في بلادي. شباب لا عمل لهم سوى كلام فارغ ومعاكسة للفتيات، يتكئون على الحائط أو يجلسون بالمقاهي، يرتشفون فنجان قهوة أو يدخنون سيجارة. هي يوميات الشباب البطال الذين يصنعون المفارقة، فهم يبحثون عن عمل لكنهم يرفضونه إن وجدوا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمهن شاقة. ما نقدرش نخدم هايا باسكو لا حنا لي زونجيريان كاركتير تاعنا ما نحملوش الدل. يا خو طرافو فورسي انا ما نخدموش، باش يحلطوا عليا ما كاش منها، ما كاش كاع كيفاش نخدم. بريفار نقعد وما نخدمش خدمة الحرين. ايه على الاقل نخدم في شركة هكذا في عفسة مثلا، حاجة نقولوا في الإدارة هكذا، توظيف مهم مثال هكذا. طرافو فورسي خاطئة ويعطيك سومة قليلة ولا. وهادو ما نخدمهاش. خدم لي خرج عليا. كيما راني امبوسيبل نخدمها. وعلى عكس هؤلاء اللاجئون الأفارقة في الجزائر، ورغم وضعيتهم غير الشرعية إلا أنهم لا يرفضون أي عمل يعرض عليهم مهما كان نوعه. النتيجة تقاضيهم لأجور لا بأس بها. Je fais simplement le nettoyage. Simplement le nettoyage. Il n'y a pas les travaux dus. Avant quand même je faisais les travaux dus. Mais actuellement non. Aussi on travaille le nettoyage. Donc par jour et nous paye 2500 par jour. Celui qui vient ici, tu veux travailler, tu peux travailler bien. Seulement les Algériens, ils n'aiment pas les. Tu viens ici de travailler, il faut travailler. Mais si tu venais ici pour te promener, c'est problème. Mais quand tu travailles avec la fierté, donc le patron que tu travailles là, il va t'aimer, il va t'aider. Certains d'Algériens. Je divise l'argent, j'envoie un peu et je garde un peu aussi. Quand tu prends, tu peux envoyer et tu vas encore rester avec la monnaie chez toi jusqu'à la prochaine mois. في ظل عزوف الشباب الجزائري عن العمل في المهن الشاقة أو المتعبة، وجد اللاجئون الأفارقة ضالتهم في الورشات التي توفر لهم المأوى والدخل الكافي لإعالة عائلاتهم، بل وحتى للادخار.